صباح الخير عليكم، ازيكم؟ معاكم وفاء السلايمه، والنهارده هنقدم وصفه جديده. هنقدم رز الريزو وخلطه الكنتاكي مع بعض. تعالوا يلا مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه هنزل ببصلايه مقطعه زي ما انتم شايفين كده، انا مقطعاها صغير. اول ما تبدا تصفر البصلايه يدوب بس تلون، هنحط فصين ثلاثه من الثوم. لو عندك ثوم كبير حطي اتنين، صغير يبقى تلاتة، وهنقلبهم تقليبة بسيطة. انا هنا معايا دحبهان، بس انا مطلعة يعني ايه، ضغطت عليه بطرف المعلقة وطلعت البذور بتاعته. ودي ربع معلقة من القرفة صغيرة، دي توابل فراخ، دي معلقة بابريكا، معلقة كركم، ومعلقة ملح صغير. هنحمصهم مع بعض، يعني نقلبهم عشان تدينا ريحه. اهي ما شاء الله بدات الريحه بتاعت التوابل تطلع معانا. انا عايزه تحميص الريحه كده عشان تبقى ايه في البصلايه. شايفين اللون بتاعها اتغير ازاي؟ معايا مكعبات صغيره من الفراخ، وهنقلبها تقليبه حلوه كده. بصوا اهي، خلاص انا اتاكدت انها كلها اتقلبت لمده دقيقتين اهو. هنعمل ايه بقى؟ لو عايزه تزودي فلفل حراق حطي قرن او نص قرن حسب، مش عايزه خلاص يبقى ايه محطوش في وصفتك، بس ده بالنسبه للناس اللي بتحب الحراق. هنقلبه تقليبه صغيره كده لمده نص دقيقه. دلوقتي هضيف بصلايه صغيره متقطعه، وهنقلب لمدة بقى ايه دقيقة عشان هنضيف دلوقتي المية بتاعت الرز. يعني ما انتوا شايفين معايا وصل ايه، بص ازاي كل الخليط او كل المكونات اتحمرت كده وريحتها ما شاء الله جميلة قوي. هضيف مية عشان اول ما هتغلي هحط الرز. اهم حاجة ظبطي الملح بتاعه. دلوقتي الشوربة بتاعتنا غليت او المكونات غليوا مع بعض، هنزل بالرز. انا بعد ما غسلته كويس قوي، بسم الله، ظبطتي ملحك في المكونات بتاعتي، هننزل بالرز كده وهنسيبه لما يتشرب. هعلي النار على طول عليه، اول ما يتشرب هغطيه بقى واسيبه يستوي، وهنعمل خلطة الفراخ بتاعتي. هنا بقى بعد ما حطيت الرز اهو زي ما انتم شايفين يعني اتشرب وغطيته، وهسيبه يستوي. معايا معلقه جنزبيل، ونص معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه توم باودر وبصل باودر والملح بتاعي. كل التوابل دي هحطها مع الفراخ مع كوبايه زبادي وصويا صوص. هنا دلوقتي حبايبي بصوا، حطيت التوابل والزبادي وهقلبها كلها خلاص مع بعض عشان تاخد تتبيلة. هتقعد نص ساعة تقريبا. هنا مع بعض هنعمل الصوص اللي هو بيتحط على الكنتاكي نفسه، هو بيتباع في الكنتاكي، بس طعمه ما بين السكر والمالح، فطعمه تحفه بجد، اتمنى تجربوه. حتى ممكن تعملوه مع الفراخ المحمره عادي كده، او فراخ كنتاكي قطعه بتكون من غير رز الريزو ولا حاجه. هنحط عليه معلقه صغيره من العسل ومعلقه من دبس الرمان، طعمه هايل بجد. هنا معايا كوبايه من الدقيق واربع معالق من النشا، عشان النشا هنا بيديله قرمشه. معايا كوباية من المية حاطة فيها مكعبات من التلج. توابل البودر دي ملح، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، سبع بهارات، معلقة صغيرة زي الدقيق المبحر كده. هناخد منه 3-4 معالق لغاية ما يتقل معايا القوام، ما يبقاش تقيل قوي بس يبقى وسطي كده سمكه. وانا كده مجهزة الفراخ بتاعتي، بس انا مقطعاها قطع صغيرة
طعم الوصفة دي بجد اتمنى تجربوها، هايلة بجد، عاملة زي كنتاكي بالظبط. احنا عملنا قبل كده كنتاكي بس دي طعمها حلو قوي مع الصوص والصلصة بتاعت الكاتشب. هنحمرها في زيت غزير شوية، اي حاجة حمريتها في زيت غزير، انت مش هترمي الزيت ولا حاجة، ممكن تستعمليه بعد كده يعني تصفيه على طول بعد ما يبرد وتشيلي الازازة وتستعمليه فريش تاني، اقلي فيه سمك مرة تانية، المهم يكون الزيت غزير يعني ادي الحاجة حقها. هنا استوت الريزو وريحته ما شاء الله شهية جدا. هنا هنقدمه بشكل حلو قوي ولادك هيعجبهم قوي مع صوص الكاتشب. اتمنى وصفاتي كلها تعجبكم، بس ما تنسوش الفيديو بتاعي من اللايك والشير، ولأول مرة يشارك قناتي ياريت ما ينساش اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصله كل جديد مني.